وعندنا معلومات شبه مؤكدة على أن هناك خطة مدروسة ومحبوكة لتفويت هذه المدرسة هذه للوبيات العقر في طنجة. وأقولها وأتحمل مسؤوليتي كاملة على وسائل الإعلام. مطالب الساكنة كتجلى في الحفاظ على هذه المؤسسة، نريد أن تبقى أبواب مؤسسة 9 أبريل مفتوحة. علاش وليداتنا يمشيو يدوهم لجهة أخرى وحنايا ما مخبرناش؟ يعني ما علمونا ما حتى شي حاجة. النهار اللي بغينا نجيو للتلاميذ المدرسة شدونا النيابة ديال التعليم تخلات عن مؤسسة 9 أبريل بصفة نهائية. كنناشد صاحب الجلالة، صاحب الجلالة يوقف معنا في هذا النهار هذا، لكن شنو بشنو الدم هذا اللي غنخرجوه في هذه القوايل وفي هذه الساعة هذه؟ هذا عيد، هذا عام، مدرسة في خطر، 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 كيف اليوم كيف خطر، مدرسة ولا بد، كيف اليوم كيف خطر. كنشكروا موقع طنجاوي اللي جا كيواكب هاد الوقفة الاحتجاجية. لم يتم الإشعار ديالنا كأباء وأولياء التلاميذ بإغلاق المؤسسة. تفاجأنا في بداية الدخول المدرسي بإعلان معلق على باب المؤسسة كيخبرونا فيه بأن المؤسسة تم الإغلاق ديالها نهائيا، وعلينا تحويل أبنائنا إلى مؤسسة القاضي عياض اللي كتبعد على هاد المؤسسة هذه تقريبا بما يقارب 2 ديال الكيلومتر. مؤسسة القاضي عياض هي بعيدة بزاف على أولياء الأمور، وكتوقع في واحد المحور الطرقي اللي هو جد خطير. مطالب الساكنة كتجلى في الحفاظ على هذه المؤسسة، نريد أن تبقى أبواب مؤسسة 9 أبريل مفتوحة في وجه أطفالنا دائما وأبدا. حنايا كنا هنا قرينا فيها، تخرجنا منها، ومن حق وليداتنا حتى هما يقراو فيها ويتخرجوا منها. هذه مؤسسة عمومية، حنا كندافعوا هنايا من هذا المنبر على التعليم العمومي، كنصروا التعليم العمومي. ماشي من حق حتى شي جهة أن هي تحرمنا من هذا الحق. هذا حق اللي جلالة الملك نصره الله كيأكد عليه في كل الخطابات ديالو. مسؤول اللي هو رئيس شؤون تربوية من نيابة التعليم بالأمس كان معلق إعلان بالمؤسسة، وكنظن جميعا شفتوه، أنا بارتاجيته في الصفحة ديالي، كيقول بأن المؤسسة ستغلق أبوابها بصفة نهائية، في حين أنه جاء عندي اليوم كيقول لي بأن المؤسسة ستغلق للإصلاحات. فبربكم كيف يعقل أن المؤسسة ستغلق للإصلاح ويخبر آباء وأولياء التلاميذ في بداية الدخول المدرسي وليس في نهاية العام الدراسي الفارط؟ هذه أول نقطة. زيادة على ذلك، الأقسام في حالة جيدة ما فيها حتى شي حاجة، علاش غادي نوقفوا هاد التلاميذ على الدراسة ديالهم؟ المؤسسة كتعاني من حاجة وحدة اللي هي صور المؤسسة، صور متداعي ممكن الإصلاح ديالو، والدراسة مستمرة في المؤسسة ممكن إصلاح الصور. المؤسسة تعاني من إصلاح المرافق الضرورية داخل المؤسسة اللي هما المراحيض. كان في إمكان نيابة التعليم تجيب أطر وماشي ريبين، فقط خصهم إصلاح فترة العطلة. كان في إمكانها أن هي تجيب صباغ تصبغهم، تعمل هذه المؤسسة منظفة. هي النيابة ديال التعليم تخلات عن مؤسسة 9 أبريل بصفة نهائية، وأظن أن هذا الأمر لحاجة في نفس يعقوب ليتم تفويتها إلى جهة معينة لها مصلحة في هذا التفويت. ونحن كساكنة نرفض وبشكل قاطع تفويت مؤسسة 9 أبريل لأي جهة مهما كانت. نعلن تضامننا المطلق ومساندتنا للحركة الاحتجاجية التي يقوم بها التلاميذ وأولياء أمورهم وأبائهم، وعندنا معلومات شبه مؤكدة على أن هناك خطة مدروسة ومحبوكة لتفويت هذه المدرسة هذه للوبيات العقر في طنجة. وأقولها وأتحمل مسؤوليتي كاملة على وسائل الإعلام، هناك خطة لتفويت أعيدها، خطة لتفويت هذه المؤسسة اللي هي ملك عمومي، ملك للشعب المغربي، سنوات وأبناء طنجة يدرسون فيها، بجرة قلم يريدون تفويتها للقطاع الخاص وبيعها بأبخس الأثمان على حساب المغاربة.
لذلك أدعو إلى مواصلة هذه الحركة الاحتجاجية إلى حين فتح المؤسسة. واخ. السلام عليكم. نحن سكان بني توزين نندد بإغلاق المدرسة اللي والفوليداتنا يقراو فيها من الصغر ديالهم، ونستهجن هذه الخطوة ونطالب أي مسؤول يحاول ما يفوتش هذه المؤسسة لأي قطاع من القطاعات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من ساكنة مدينة طنجة من حي جامع مقرع قابل المدرسة التاسع أبرين. كنطالب المسؤولين الله يجازيكم بخير، كنطالب المسؤولين يشوفوا من الحال ديال الأطفال، كيف يعقل أن هذه الدراسة المدرسية تشد باب المدرسة؟ يعني بدون سبب، بدون مراجعة، بدون سبب، يعني ما علمونا ما حتى شي حاجة. النهار اللي بغينا نجيو للتلاميذ المدرسة شدونا باب. يعني كيف يعقل هذا التلميذ هذا شنو هو الذنب ديالو غادي يخرج في الشارع العام غادي يمشي لمدرسة السكينة؟ والشارع هي تمر من السيارات كثيرة، كيف يعقل هاد التلاميذ يمشي في هاد الشارع هذا العام؟ دابا كنطلبوا المسؤولين الله يجازيكم بخير يشوفوا لنا هاد المدرسة يفتحوا لنا الأبواب ديالها. تربينا في هاد المدرسة، حنا الآباء والنساء الرجال كلشي قرا في هاد المدرسة هادي. حنا بغينا بلي أن ما علمونا ما حتى شي حاجة، بحال اللي وليداتنا بحال اللي ما عندهمش الآباء ديالهم ولا الأمهات. نيشان جينا باش ولادنا يدخلوا للمدرسة قال لك لا رانا قلنا ولادكم من جهة أخرى. بأي حق؟ بأي حق يقولوا لنا نقلنا ولادكم من جهة أخرى؟ واش حنايا عندنا الحق أو لا ما عندناش الحق؟ علاش وليداتنا يمشيو يدوهم من جهة أخرى وحنايا ما بخبرناش؟ ما بخبرناش، ما علمنا حتى شي واحد. واش حنا ما ولدناش هاد العواول؟ ما تقطعتش كرشنا في السبة ديالهم؟ كناشد صاحب الجلالة، صاحب الجلالة يوقف معنا في هذا النهار هذا. لكن شنو الدم هاد العواول خرجوهم في هاد القوايل وفي هاد الساعة هادي؟ هاد الساعة هادي في القوايل وكاين مارط، حنا كنخافوا على وليداتنا حتى حنايا، كناشد صاحب الجلالة يتوقف معنا. هادشي هذا عار وعيب، قسما بالله إلا هادشي عار. من هذا المنبر أدعو جميع الهيئات السياسية النقابية الجمعوية جميع الإخوان إلى الوقوف إلى جانب سكان هذا الحي هذا لحفاظا على مصلحة هؤلاء التلاميذ وحفاظا على الأملاك العمومية التي هي أملاك الشعب المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.